Hello everybody, please follow me. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبت وطلبات الصف الثاني الاعدادي. اهلا بكم مرة تانية مع جرامر الوحدة الثامنة. جرامر الوحدة الثامنة بسيط جدا لانه بيكلمنا عن حاجات احنا يعتبر واخدينها قبل كده. فيعتبر ان احنا بنعمل ريفيجن كده على الكلام. طبعا خدت قبل كده كتير ازاي استخدم صموئيني، خدت ازاي استخدم a lot of، ازاي استخدم many، ازاي استخدم much، ازاي استخدم a few، ازاي استخدم a little. ده موضوع درسنا في الجزء الاول. والجزء الثاني ان شاء الله هنتكلم فيه عن how to give instructions، يعني ازاي ادي تعليمات، يعني ازاي ادي امر، ازاي امر واحد ان هو يفعل شيء وازاي انهاه ان هو ما يعملش شيء، ازاي امره ان هو يعمل حاجه دايما وازاي انهاه ان هو ما يعملش الحاجه دي ابدا. بس قبل ما نبتدي صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مش هطول عليك، يلا بينا. طبعا حبايبي لما اتكلم الناس عن صم وإني على طول الناس كلها بتقولي لا 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 مستر احنا خدناها كتير قوي، وعارفين ان صم بتيجي في الجمله المثبته وإني بتيجي في الجمله المنفيه، ده يعتبر موضوع سهل جدا. هقول لك بس قبل ما ناخد صم وإني يبقى لازم بالمره ناخد ام، لان ام من الحاجات المهمه جدا واللي بتجيلي مع صم وإني والناس برضو بتتلخبط فيها. طب يا مستر ما احنا عارفين ام دي سهله جدا. هقول لك برضو هنراجع عليها. او ان عارفين ان هي ما بتجيش غير قبل السنجلر ناون، يعني ما بتجيش غير قبل الاسم المفرد. عارفين ان ا بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدا ب كونسونانت ساوند، يعني صوت ساكن، وان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدا بفاول ساوند، يعني بصوت متحرك. وخلي بالك ان انا بقول بيبدا بصوت ساكن وصوت متحرك، يعني ما قلتش بيبدا بحرف ساكن وحرف متحرك، لان ممكن يبدا بحرف ساكن لكن الصوت متحرك، او يبدا بحرف متحرك لكن الصوت بتاعه ساكن. هنعرف الكلام ده كله ان شاء الله. خلينا نتفق في الاول ان او ان ما بتجيش غير قبل الاسم المفرد، يعني ما ينفعش تيجي قبل الاسم الجمع او تيجي قبل الاسم الذي لا يعد. خلاص متفقين. طيب تعالى بقى نشوف ايه قال لي. ايه تيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدا ب consonant sound، يعني صوت ساكن. فور اكزامبل، على سبيل المثال لما اجي اقول لك الكلمه دي الكلمة دي اسمها ايه؟ هتقولي الكلمة دي اسمها cat. طيب cat دي بتبدأ بايه؟ هتقولي بتبدأ بكا ساوند، يعني صوت ساكن، فبالتالي تاخد ايه؟ فاقول a cat، و a cat معناها one cat، تاني a cat معناها one cat. لما اجي اقول لك الكلمة دي اسمها ايه؟ هتقولي الكلمة دي اسمها book، يعني book هتقولي كتاب. طيب book بتبدأ بايه؟ هتقولي ب ساوند، اللي هو الب ده صوت ساكن، فبالتالي ياخد a، فهقول a book، تاني a book. امال ان؟ قال لي ان بتيجي قبل الاسم المفرد اللي بيبدا بصوت متحرك، وخلي بالك برضو ان انا بقول صوت متحرك مش حرف متحرك. فور اكزامبل، على سبيل المثال لما يجي يقول لي الكلمه دي اسمها ايه؟ هقول له الكلمه دي اسمها egg، يعني ايه egg؟ هتقول لي يعني بيضه. طيب البيضه دي بتبدا بصوت ساكن ولا صوت متحرك؟ هتقول لي لا بتبدا ب اه، ده صوت متحرك، فبالتالي تاخد ان وتبقى ان ايج، ان ايج يعني بيضه واحده. لو قلت لك مثلا الكلمه دي اسمها ايه؟ هتقول لي اه والله الكلمه دي اسمها امبريلا، يعني امبريلا هتقول لي يعني شمسيه. طب الشمسيه دي بتبدا بصوت ساكن ولا بصوت متحرك؟ هتقول لي لا والله بتبدا بصوت متحرك، فبالتالي هتاخد ان وتبقى ان امبريلا. بس الشكل ما قلت لك ان او ان بتيجي على حسب الصوت مش على حسب الحرف. بمعنى لو انا اديتك كلمه شكل دي وقلت لك الكلمه دي اسمها ايه؟ هتقول لي الكلمه دي اسمها يونت. طب يونت دي لما اجي اقول لك هتاخد ا ولا ان؟ هتقول لي لا يا مستر هتاخد ان. هقول لك اه. انت قلت ان ليه؟ هتقول لي اه لان اليو ده حرف متحرك. هقول لك جميل، هو حرف متحرك لكن صوته مش متحرك، لان صوت اليو هنا هو صوت الواي ساوند اللي هو يا، فبالتالي صوته هنا مش متحرك، فما اقدرش اقول ان يونت تاخد ان. هقول لك لا، يونت هنا تاخد ا وتبقى ا يونت، تاني تبقى ا يونت. مثال تاني مثلا على كلمه يونيفورم، يعني يونيفورم؟ قال لي يعني زي موحد. طب لما اجي اقول لك يا ترى انا هاخد ا يونيفورم ولا ان يونيفورم؟ طبعا في ناس كتير قوي هتقول لي اه والله انا هاخد ان يونيفورم. لما اجي اقول له ليه انت خدت ان يونيفورم؟ يقول لك اصل اليو ده حرف متحرك. هقول لك جميل، هو حرف متحرك لكن الصوت هنا مش صوت متحرك، الصوت هنا صوت الواي ساوند، والواي ساوند صوتها دايما ياخد يا حبايبي ياخد ا ما ياخدش ان، فعشان كده اقول ا يونيفورم، تاني ا يونيفورم يعني زي يوم واحد. Another example، مثال تاني، لما اجي اقول لك I sent a or an SMS to my friend، انا بعت والله رسالة SMS لمين؟ لصديقي، واجي اقول لك يا ترى هاخد ا ولا ان؟ فالناس طبعا اول ما هتشوف حرف الاس
على طول هتقول لك ده حرف ساكن، فعلى طول تاخد ايه؟ تاخد ايه؟ هقول لك لا، لان هنا اسمها اه، اس ام اس، اس ام اس. هنا بتبدا بصوت متحرك وليس صوت ساكن، فبالتالي تاخد ها، تاخد ان، فاقول ان اس ام اس، تاني ان اس ام اس. يبقى خلينا نتفق ان ا وان بتيجي على حسب الصوت مش على حسب الحرف. تعالى بقى على صامو اني. عارفين كلنا ان صامو اني واخدينها كتير قبل كده، بتيجي قبل نوعين اتنين من الاسماء، الاسم الجمع اذا كان معدود او الاسم الذي لا يعد. طيب يبقى لازم اعرف يا ترى امتى بجيب صم وامتى بجيب اني. قال لي انا بجيب صم في الجمله المثبته وكمان بجيبها في الطلب او العرض. يبقى تاني صم ممكن تجي لي في السؤال يا حبايبي اذا كان السؤال ده عباره عن طلب او عرض. اما اني في حلقيها بتيجي في النفي واي سؤال عادي. تاني اني بلاقيها بتيجي في النفي واي سؤال عادي. فور اكزامبل، على سبيل المثال لما اجي اقول لك كده I don't have a and some any apple. طبعا يا حبيبي الخطا اللي بيرتكبه كل الناس انها بتبص على نوع الجمله وتروح تقول اني ابل. لما اجي اقول له انت خدت اني ليه؟ هيقول اصل الجمله منفيه. فاقول له لا، انت بصيت على الجمله الاول؟ هيقول لي اه طبعا. هقول لك لا، الخطا الكبير اللي بيرتكبه كل الطلبه لما يجي يستعمل ا وان وصم اني هو انه يروح اول حاجه لنوع الجمله. فلو راح لنوع الجمله على طول هيغلط، لازم هيغلط. قال لي لا، انا لازم ابص هنا لنوع الاسم الاول واشوف هل هو اسم مفرد ولا اسم جمع ولا اسم لا يعد. واحنا لو بصينا هنا على المثال ده هلاقي ان موجود كلمه ابل. طب ابل ده اسم ايه؟ هتقولي لا ده اسم مفرد يا مستر. اسم مفرد. قال لا، يعني ما ينفعش احط قبله صم ولا اني. جميل. طيب مر، يبقى بقى لي ا وان. طب يا ترى هاخد ا ولا ان؟ هتقول لي بتبدا بصوت متحرك ابل، فبالتالي لازم اقول ان ابل. تاني لازم اقول ان ابل. فاوعى تغلط وتبص الاول على نوع الجمله، لا لازم ابص على الاسم. اما لو خدت نفس المثال ده وبدل ابل حطيت ابلز، هقول لك هنا اصبح الاسم يا حبيبي. هتقول لي اصبح الاسم جمع. طالما جمع يبقى انا بعدت خالص عن ا وان، كده مش هينفع اخد ا وان. امال هاخد ايه يا مصر؟ قال لي يا صم يا اني. طب هاخد صم ولا اني؟ هتقول لي هاخد اني. ليه؟ هتقول لي عشان الجمله جمله منفيه. يبقى هنا حبايبي لازم اول حاجه ابص عليها في الاختيارات هي الاسم، مش ابص على نوع الجمله. لو الاسم ما حددليش يبقى اذا هيحدد لي نوع الجمله. تاني هيحدد لي نوع الجمله. المثال التاني لما اجي اقول لك اي want، يعني انا اريد، واجي اقول لك ا ولا ان ولا صم ولا اني توماتو. طبعا برضو الناس اول ما تشوف هتقول دي جمله مثبته، فانا هاخد على طول يا حبايبي، فانا على طول يا مصر هاخد صم. ليه يا بابا؟ هقول لي اصل الجمله مثبته. يبقى برضو ارتكب نفس الخطا وراح لنوع الجمله. هقول له خطا طبعا، لان لازم اروح لمين الاول؟ هتقول لي انا لازم اروح للاسم الاول. لما اروح هنا هلاقي كلمه توماتو. توماتو يعني طماطمايه واحده. الطماطمايه الواحده دي مالها؟ قال لي الطماطمايه الواحده دي مفرد، يعني ما ينفعش اصلا صم ولا ايه. قال لي ما ينفعش صم ولا اني. امال هاخد ايه؟ قال لي هاخد يا مستر او ان. وهنا هاخد ايه؟ هاخد عشان التا ساوند ده صوت ساكن، فبالتالي هقول توميتو. تاني هقول توميتو. اما لو خدنا نفس الجمله وقلت لك اي وانت، قلت لك ان صم اني، بس قلت لك توميتو بيست. هنا بقى اصبحت صلصه طماطم. طب صلصه الطماطم دي مالها؟ قال لي يا مستر اسم لا يعد. طب طالما اسمي لا يعد يبقى انا هبعد خالص عن ا واني، بروح لصم واني. طب طالما انا هاخد صم واني هفرق من يمه ايه؟ قال لي هنا بقى هفرق من يمه نوع الجمله. طب نوع الجمله هنا؟ قال لي جمله مثبته، فبالتالي هاخد مين؟ قال لي ايوه انا هاخد صم. فما تستعجلش ابدا وتروح على صم واني وتقول اصل نوع الجمله كذا، لا روح للاسم الاول، واذا الاسم ما حددليش ابقى روح لنوع الجمله. تعالى على مثال تاني. مثال تاني ده مهم جدا. لما يجي يقول لي كان اي هاف A and some any orange. طبعا برضو الناس هتبص هتقول ده سؤال وتقول لا انت مش هتضحك عليا. لما اجي اقول لك مش هتضحك عليك ازاي؟ انا هتقول لي لا يا باشا ده طلب، وطالما طلب فانا هاخد مين؟ صم. جميل. وهنا برضو ارتكب نفس الخطا. ليه ارتكب نفس الخطا يا مستر؟ قال لي اصل راح برضو لنوع الجمله وفكر ان هو بيشوف له هل هي سؤال ولا نفي ولا طلب ولا عرض، وما شافش الاسم. انا قلت يا حبايبي لازم اول حاجه ابص عليها هي الاسم. لما هروح الاقي ان كلمه اورنج ده اسم مفرد، يعني ولا هو جمع ولا هو لا يعد، يعني ولا ينفع صم ولا ينفع اني، ولا هروح لنوع الجمله اصلا، لان انا هاخد ان عشان ده فاول ساوند، يعني ده صوت متحرك.
اما بقى لو انا قلت لك can I have واديت لك نفس الاختيارات وقلت لك orange juice هتقول لي اه orange juice ده اصبح الاسم هنا لا يعد. اه هنا بقى روح لنوع الجملة هتقول لي هنا بقى انت مش هتضحك عليها لان ده سؤال جميل. طب ده سؤال ايه بس عبارة عن طلب وطالما طلب فانا هاخد مين يا حبايبي some تاني هاخد مين some ليه اقول له لان ده طلب. طب تعالى بقى لما اجي اسألك سؤال عادي جدا اقول لك is there a and some any sugar هتقول لي بقى لازم هنا خلاص انا اتعلمت هروح على الاسم الاسم مين sugar طلع اسم لا يعد خلاص يا مستر يبقى انا هاخد some or any يعني انا هاخد some ولا any. طيب اذا ما ينفعش هاخد a ولا an لان الاسم لا يعد. طيب هاخد some ولا any هقول لك ده سؤال. طب سؤال عادي قال لي ايوه سؤال عادي وله طلب وله عرض فبالتالي حبايبي هاخد any فهقول is there any sugar تاني is there any sugar. تعالى بقى على نوع تاني من الادوات دي وهي كلمة a lot of. قلنا a lot of بتيجي مع الاسمين الاتنين سواء كان الاسم جمع او كان الاسم لا يعد. تاني a lot of بتيجي مع الاسمين الاتنين سواء كان جمع او لا يعد. يعني انا ممكن اقول I have got a lot of sugar يعني انا معايا سكر كتير وممكن اقول I have got a lot of books يعني انا معايا كتب كتير. بلاحظ ان كلمة a lot of جيت مع الاثنين مع الاسم الجمع والاسم الذي لا يعد. اما لو جينا نشعب الموضوع هلاقي ان في برضو كلمة كثير من اللي معناها many وكثير من اللي معناها much. قال لي بس هنا بقى many بتيجي مع الاسم الجمع وmuch بتيجي مع الاسم الغير معدود. تاني many مع الاسم الجمع وماتش بتيجي مع الاسم الغير معدود. ويبدأ هنا يجيب لي الاختيارات كالتالي يجي يقول لي I have got a lot many much apples هنا برضو هروح ابص على مين على الابلز. الابلز مالها يا حبايبي قال لي الابلز دي اسم جمع. طيب طالما هي مصر اسم جمع قال لي يبقى ما ينفعش طبعا much جميل. طيب ينفع lot هقول لك احنا قلنا a lot لازم يجي معاها of فبالتالي هاخد many تاني هاخد many. ليه؟ لان many هي اللي بتيجي بمعنى كثير من مع الاسم الجمع. مثال تاني لما يجي يقول لي she has ويجي يقول لي كده any ولا a lot of ولا much eggs in her basket هي معاها بيض كتير في السلة بتاعتها. طبعا برضو شكل ما قلت هبص الاول على كلمة eggs الاكس ده اسم جمع. طيب اسم جمع مستر يعني ما ينفعش خالص اجيب ماتش لان ماتش بتيجي مع الاسم الذي لا يعد. طب يا مستر ينفع اجيب اني هتقولي لا طبعا. ليه؟ لان اني بتيجي في الجمله المنفيه ما بتجيش فين يا حبايبي ما بتجيش في الجمله المثبته. طب ما بقاليش غير مين هقول لك ما بقاليش غير كلمه a lot of يبقى هقول she has a lot of eggs in her basket يعني هي معاها بيض كتير في السله بتاعتها. نيجي بقى لحاجه تانيه وهي قليل من. قال لي قليل من للمعدود اسمها a few وقليل من لغير المعدود اسمها a little. تاني قليل من للمعدود اسمها a few وقليل من لغير المعدود اسمها a little يبقى انا هاخد a few لو كان الاسم جمع وهاخد a little لو كان الاسم لا يعد. طب قدر المثل جابها لي مع many وجابها لي مع much هناخد دلوقتي ازاي بختار وبفسر اختياراتي ازاي. طيب تعال نشوف المثال ده لما اجي اقول لك احمد has واقول لك many ولا a few ولا a little juice وقلت لك اختار قلت اول حاجه هبص عليها هي كلمه جوز. جوز دي مالها يا حبايبي هتقول لي يا مصر جوز اسم لا يعد وطالما اسم لا يعد فبالتالي انا هبعد خالص عنها مني وهبعد خالص عن افيو مش هيبقى لي غير ها ايوه برافو عليكم مش هيبقى لي غير كلمه a little. مثال تاني لما اجي اقول لك I have much or a little or a few potatoes يعني انا معايا بطاطس قليله واجي اقول لك اختار هتقول لي بوتيتوز دي اسم جمع. طب طالما اسم جمع يا مستر قال لي خلاص يبقى ما ينفعش ماتش جميل ولا ينفع كمان a little امال هاخد مين؟ هاخد a few. اما الاشكاليه بقى لما يجيب لي كتير وقليل وطبعا يا حبايبي هقول لك لما يجيب لي كلمه كتير وقليل يبقى انا دايما لازم معنى الجمله هو اللي هيعرفني انا هاخد كتير ولا قليل. يعني لما اجي اقول لك احمد هاز جات يعني احمد عنده واجي اقول لك ماتش ولا ليتل ولا ميني ولا فيو فريندز لو انا وقفت كده هتقول لي فريندز جمع فبالتالي انا ممكن اخد ميني وممكن اخد فيو. لكن لو انا كملت لك قلت لك هيز هابي هيز هابي يعني هو سعيد هتقول لي هنا بقى انا هبدا افرق بين ميني وافيو. طالما هو سعيد يبقى اكيد عنده اصدقاء كتير فبالتالي لازم اقول ميني. طب لو انا قلت لك هيز ساد الساد يعني هو حزين. طيب طالما هو حزين يبقى اذا اصدقائه قليلين فبالتالي لازم هقول افيو. اذا لو جالي ميني مع فيو او ماتش مع ليتل في الاختيارات وانا عايز اختار ما بينهم الاثنين اللي هيعرفني بس هو معنى الجمله. تاني اللي هيعرفني بس هو معنى الجمله.
اما بقى لما يجي يقول لي ايه الفرق بين too many and many و too much and much، هقول لك الموضوع بسيط جدا. عندنا many معناها كثير ولكن مقبول، لكن too many دي معناها اكثر من اللازم، ودي بتدينا negative idea يعني فكرة سلبية. نفس الكلام في much and too much. much معناها كثير ولكن مقبول، لكن too much معناها اكثر من اللازم. فمثلا لو بصينا في المثال ده كده، هو بيقول لي there are many or too many people on the boat، ويقول لي بعدها it's going to sink يعني هتغرق. طالما المركب على وشك انها تغرق، يبقى الناس اللي موجودين على القارب ده مش كتير بس، ولكن هم اكتر من اللازم. فعشان كده لازم اقول too many، تاني لازم اقول too many، ما ينفعش اقول many فقط. نفس الكلام لما يجي يقول لي there is much or too much sugar in my tea، ويجي يقول لي I can't drink it يعني انا مش قادر اشربه. طالما قال لي انا مش قادر اشربه، اعرف على طول ان السكر اللي موجود في الشاي ده اكتر من اللازم، مش مجرد كتير بس. ليه؟ لان لو كان كتير بس كنت اقدر اشربه، اما لما يقول لي اكتر من اللازم يبقى هقول انا مش هقدر اشربه. فبالتالي هنا لازم اختار too much، ما ينفعش اختار too many. نيجي لاخر اداه معانا بقى النهارده، وهي كلمه enough. قلنا enough يا حبايبي قبل كده معناها كافي، تاني enough معناها كافي، و enough بتيجي قبل الاسمين الاثنين سواء كان الاسم ده جمع او اسم لا يعد. تاني enough بتيجي قبل الاسم سواء كان جمع او اسم لا يعد. يعني مثلا لما اجي اقول لك you should have، واقول لك too much ولا many ولا too many ولا enough sleep every day، طبعا هنا المعنى ان المفروض ان انت تنام بشكل كافي او تحصل على نوم كافي كل يوم. فإذا هقول you should have enough sleep، هنا ما ينفعش أقول you should have too much sleep، لأن too much sleep معناها نوم أكتر من اللازم. وطبعا many أو too many الاثنين بيجوا مع الاسم الجمع، ما ينفعوش يجوا مع الاسم الذي لا يعد. يبقى المقصد إن enough لازم أعرف إن معناها كافي، ودي بتيجي قبل الاسم الجمع أو الاسم الذي لا يعد. تعالى بقى للجزء الثاني من الوحدة، هو اللي بيتكلم فيه عن الـ instructions. instructions يعني تعليمات، and how to give instructions يعني ازاي ادي تعليمات. حبايبي انا عارف ان لما اجي ادي تعليمات او اوامر دايما بستخدم الانفينيتيف يعني الفعل اللي في المصدر، وقال لي لما احول الامر للنهي فهنا هستخدم كلمه don't. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي use ولا uses ولا using ولا used the knife to chop vegetables، استخدم السكينه دي عشان تقطع الخضروات. طالما هي instructions او تعليمات يبقى لازم اخد الفعل اللي في المصدر، فلازم اقول use، تاني لازم اقول use. لما يجي يقول لي open or opening or opened or opens the door، فهنا لازم اقول له open the door، و open the door معناها افتح الباب. يبقى فعل الامر يا حبايبي لازم يكون في المصدر. قال لي لما اجي احول الامر للنهي فبالتالي بستخدم كلمه don't، ما ينفعش اجيب doesn't ولا ينفع اجيب didn't ولا اي helping verb تاني. النهي بيبقى بكلمه don't. فمثلا لما يجي يقول لي don't or doesn't or didn't or isn't play with knives، انا عايز اقول هنا ما تلعبش بالسكاكين، ده بسميه نهي، وطالما نهي فلازم اجيب قبل الفعل اللي في المصدر كلمه don't، فبالتالي هقول don't play with knives، تاني don't play with knives. هنا بقى لازم ننبه على حاجه مهمه جدا، ان انا ممكن استخدم كلمه always وكلمه never اللي معناها دائما او ابدا في النهي. يعني ممكن لما ادي تعليمات او ادي اوامر استخدم never وكمان استخدم كلمه always. قال لي ايوه، بس لما بستخدم كلمه always قبل الفعل اللي في المصدر ده معناها ان اعمل الفعل ده على طول او دايما، اما لما بستخدم كلمه never فدي معناها ان انا بامر الواحد هو ما يعملش الفعل ده ابدا. يعني في المثال ده لما اجي اقول لك never play or plays or playing or played with knives، يبقى اذا هنا انا بقول لك اوعى تلعب بالسكاكين ابدا. فبالتالي نيفر هنا ما تقوليش بقى ده من علامه من علامات المضارع البسيط او علامه من علامات اي زمن، لا، نيفر لما تيجي في الاول ده امر او تعليمات، فبالتالي لازم اجيب وراها مصدر الفعل فقط لا غير. فبالتالي لازم اقول نيفر بلاي، تاني نيفر بلاي. يبقى نيفر بلاي وذ نايفز هي يا دونت بلاي وذ نايفز، بس لما استخدمت نيفر عشان اقول له اوعى تلعب بالسكاكين ابدا. شكل لما اقول الواحد always study or studies or studying or studied hard، هنا طبعا بقوله ان هو دايما يذاكر بجد، يبقى مش بامره في اللحظه دي بس، لا ده انا بامره بالكلام ده على طول. فبالتالي هنا لازم اقول always study hard، تاني always study hard يعني دايما ذاكر بجد. يبقى اذا انا لما اجي ادي تعليمات بستخدم يا اما فعل الامر يا اما ابدا بكلمه always، ولما اجي انهي دايما بستخدم كلمه don't اللي معناها لا، ودي بيجي وراها فعل في المصدر، او استخدم كلمه never، ونيفر هنا معناها ابدا يعني لا تفعل الشيء ابدا، وبرده بيجي وراها مصدر الفعل. ودي كانت مواضيع الجرامر اللي موجوده علينا في الوحده الثامنه، يا رب يكون فهمناها ان شاء الله. يلا روح دلوقتي طبق في الكتب اللي عندك عشان في الحلقه الجايه ان شاء الله تتاكد
هل الحل اللي انت حليته ده صح ولا غلط، ولو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه، وتعرف الصح اكيد وتعلم عليه. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم في الحلقة الجاية، بس ما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.